مساكم الله بالخير وحياكم واجمل مساء لمثل الناس، اسال الله لكم التوفيق في حلكم وترحالكم وكل ايام حياتكم. اعتقد الان رمضان بدا سارة، لذلك استثمروا اجمل الاوقات. رمضان من اعظم الشهور، رمضان من الاشياء اللي فعلا يجب ان نستثمرها. رمضان تضاعف فيها الاجور، اليوم يجب فعلا ان نستثمر هذا الشهر قدر الامكان بالطاعة والعبادة والصلاة والاستغفار والتبرع والصدقات. اليوم ماذا قدمت فعلا خلال الأيام الماضية؟ فرصتنا مع البقية لتقريبا 17 يوم أننا نبادر حقيقة، والعشر الأواخر فرصة لنا، العشر الأواخر. كثير من الناس يقدم زكوات حقيقة في هذه الأيام فضيلة لعلها أن توافق ليلة القدر، مع أن كثير من العلماء يقول ليلة القدر تبدأ من أول رمضان حتى آخر رمضان، لكن حاليا أن تكون في العشر الأواخر وفي الأيام الفردية منها. اليوم عندي لكم مشروع بقول لكم إياه، فرصة لكم. وأما بنعمة ربك فحدث، لا تتخيلوا حجم الفرحة من والديك أو والدتك أو والدك الله يحفظه عندما تقدم له 200 ريال فقط لتدعم حفاظ كتاب الله. اليوم عندما نتكلم عن مركز النور لتحفيظ القرآن بالقيصومة الذي يكفل أكثر من 800 طالب وطالبة تحفيظ القرآن في أكثر من 35 حلقة، وكذلك تم تخريج قرابة 40 حافظ وحافظة لكتاب الله. مشروع جميل، مشروع اسمه أجري أجرك، فرصة، فرصة أن تشارك الأجور بأن تتحمل فقط قيمة السهم 200 ريال فيها مكافأة المعلم ومكافأة الطلاب ومكافأة الجوائز التكريمية. وسبحان الله العظيم هذه الكفالة تجعلك هذا المساهم له من الأجر مثل أجر الطالب والمعلم الذي يتعلم من القرآن. اليوم الأجور يجب أن تستثمر. الهدف الموجود فقط 1125 سهم، نقدر ولا ما نقدر؟ احنا قادرين. 200 ريال من مخابينا، وشاركوا الناس. نسيت أقول لكم الشيء الجميل في المشروع أجري أجرك بأن من يشارك ويساهم يأتي تقرير مفصل عن إنجازات الحلقة التي كفلها، حلقة تحفيظ القرآن الكريم. والجميل كذلك أن يعطون بطاقة هدايا مثل اللي شفتوها قبل شوي، ترسل وهم يتكفلون بإرسالي على الواتساب الخاص للمهدى إليه، والدك أو والدتك. يعني جميل جدا أن يحصل، أو أخوك أو أختك أو زوجتك أو عيالك، أن تتبرع ب 200 ريال. فرصة جميلة، أعتقد أنها فرصة لنا. فبحط لكم الحين معلوماتهم بالكامل، كبشروها وأرسلوها حقيقة للمجموعون وأمموها في المجموعات، ولكم أجر بإذن الله في الدعاء الخير كفاعل. ولا تنسوا بأن إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. نحن في شهر فضيل، أعتقد فرصة بأن استثمر هذا الوقت. أسأل الله يتقبل منا ومنكم. والله لم يبقى من العمر إلا أن نقدم شيئا لله آخرتنا ولله سبحانه وتعالى. دعواتكم على ما تفعل.